الله عز وجل وعد أهل الإيمان، وعد الله عز وجل أهل الإيمان بأن يسكنهم جنات الخلود. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر من الجنة ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.